متعتقدش ان في بيت من بيوتنا ولا حد من ناسنا مش قاعد يعني ليل نهار يتابع القضية الفلسطينية والأحداث في غزة، وهي الشغل الشاغل لينا كلنا كمواطنين وكدولة. وشفنا قد ايه مصر وموقفها الواضح اللي عبر عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وبشكل حاسم فيما يتعلق برفض التهجير القسري للفلسطينيين، ونبقى عندنا ضرورة وقف إسرائيل لهذه المجازر في حق المدنيين العزل. كان عندنا منذ أيام مصر استضافت قمة سلام دولية حضرها دول عربية وغربية إضافة للأمم المتحدة ومنظمة وجامعة الدول منظمة جامعة الدول العربية. كان هناك مناقشات لخفض التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في حرب دخلت، يمكن احنا بنتكلم ده الأسبوع الثالث. كان كمان على منذ بداية الأزمة ومنذ بداية هذه المجازر اللي بتحدثها أو بيحدثها الكيان الصهيوني، كان هناك كثير من الزيارات اللي تمت أو اللقاءات اللي عقدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الاتصالات الهاتفية، كان آخرهم امبارح. وكان عندنا وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وطبعا تم طرح الأزمة وبقوة. هنناقش النهاردة كل التطورات، كل الجهود المصرية اللي تم بذلها في الفترة اللي جاء اللي فاتت، ونعرف ايه اللي ممكن ان احنا كمان نقدر ان احنا نعمله في الفترة اللي جاية لوقف هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. شرفني ومنورني دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذة فاتن، وتحيات لكل المشاهدين. هو السؤال اللي يعني هو ممكن يبدو سؤال ساذج، بس يعني هو لازم نطرحه، هو لماذا يقف العالم عاجزا صامتا عما يحدث في غزة؟ جميل. لا، هو ليس سؤالا ساذجا وانما سؤالا منطقيا. يعني هل العالم يعني هو عاجز بالفعل؟ لا، العالم مش عاجز. صحيح. وانما لكي تكون هناك عدالة، لكي يكون هناك استقرار، لكي يكون هناك حفظ للسلم والأمن الدوليين، لابد من تطبيق القانون. وحتى على نطاق الدولة الداخلية، لكي يتحقق الاستقرار لابد من تطبيق القانون، ولكي يتحقق الاستقرار العالمي وحفظ السلم والأمن الدوليين لابد من تطبيق قواعد القانون الدولي، لابد من تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية. طب لماذا لا يتم التطبيق؟ لأنه ثمت مصالح. هذه المصالح عندما تتحكم ندخل في نطاق السياسة ودناءة السياسة وقدارة السياسة، كما يعني تطرق لها الباحثون في علم النظم السياسية وحتى العلاقات الدولية. إذن هو عدم تطبيق القانون، هو اللجوء إلى السياسة، هو اللجوء إلى المصالح. فعندما يكون هناك الهوى، عندما تكون هناك المصالح، فمن الطبيعي أن يقف العالم عاجزا، لا يريد أن يحرك ساكنا. يعني هو لا يرى هذه المذابح، لا يرى قتل الأبرياء والضعفاء والأطفال والنساء وتدمير البيوت وهذا الخراب. يعني ما وظيفة مجلس الأمن؟ ما الحكمة من إنشاء منظمة الأمم المتحدة؟ هو حفظ النفس البشرية، هو استقرار البشرية، هو عدم وجود هذه الصور من الفظاعات وويلات الحروب التي آلت الأسرة الدولية على نفسها ألا تتكرر. لذلك قامت بإنشاء هذه المنظمة، سواء الجمعية العمومية وفرعها التنفيذي مجلس الأمن، اللي له سلطات كبيرة وصلاحيات ضخمة، يستطيع أن يلجأ إلى الفصل السابع ويستطيع أن يستخدم القوة. شوف استخدم القوة فين؟ ساعة ليبيا دخل وضرب وأسقط النظام. إذن العالم يستخدم هذه الصلاحيات ويستخدم قواعد القانون والإنصاف والعدالة عندما تكون هناك مصالح. أما عندما تختفي وتتوارى هذه المصالح فيغض الطرف عما يحدث في غزة كما نشاهد.